بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زلنا نتحدث ونبين الظروف والأحداث التي سبقت استشهاد الإمام الحسين والتي مهدت لهذه الفاجعة التي كانت قمة التي شهدت قمة وتصاعد الصراع بين الحق والباطل، بين معسكر أهل البيت، أهل بيت النبوة عليهم السلام، ومعسكر الإفك الأموي. عندما أحس الأمويون بقرب الهزيمة، وعندما أوشك البطل العظيم مالك الأشتر أن يقتحم معسكر القيادة الأموي، تفتق ذهن الشيطان عمرو بن العاص عن بدعة دعوة الناس إلى التحكيم. هي بدعة سياسية قديمة حديثة متجددة. عندما يحس معسكر الباطل أنه لن يتمكن من الوصول إلى غايته وهدفه عبر القتال، يلجأ إلى الخديعة ويلجأ إلى إعلان رغبته في السلام، وكل ما هنالك أن تنطفئ جمرة وحماسة المقاتلين الذين يقاتلون في مواجهته. كان الهدف الذي أراده عمرو بن العاص والذي كشف عنه في عندما قدم اقتراحه لمعاوية بن أبي سفيان، أمر إن قبلوه اختلفوا وإن رفضوه اختلفوا، ندعوهم إلى كتاب الله ليحكم بيننا وبينهم. وكانت الخدعة في بعدها العملي تتمثل في رفع المصاحف تجنبا للانتصار النهائي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التحقق، وكانت رأس معاوية بن أبي سفيان ورأس مستشاره الشيطاني ابن النابغة ستكون ثمنا بسيطا جدا في مقابل يعني إذا تحقق هذا الانتصار. تحقق ظن الشيطان اللعين ابن النابغة عندما أعلن عن دعوته للتحكيم الكتاب والسنة. وكان مالك الأشتر صبيحة ليلة الهرير قد أشرف على عسكر معاوية عندما جاءه رسول الإمام علي عليه السلام أن ائتني، فقال له: ليس هذه بالساعة التي ينبغي لك أن تزيلني عن موقفي، إني قد رجوت الفتح، فلا تعجلني. فرجع يزيد بن هانئ إلى الإمام علي عليه السلام فأخبره بالخبر، فما هو إلا أن انتهى إلينا حتى ارتفع الرهج وعلت الأصوات من قبل الأشتر، وظهرت دلائل الفتح والنصر لأهل العراق ودلائل الخذلان والإدبار على أهل الشام. فقال القوم لعلي: والله ما نراك إلا أمرته بالقتال. فقال: أرأيتموني سررت رسولي إليه، أليس إنما كلمته على رؤوسكم علانية وأنتم تسمعون؟ قالوا: فابعث إليه أن يأتيك، وإلا فوالله اعتزلناك. فقال: ويحك يا يزيد، قل له أقبل فإن الفتنة قد وقعت. فأتاه فأخبره، فقال له الأشتر: أبرفع هذه المصاحف؟ قال: نعم. قال: والله ألا ترى إلى الفتح؟ ألا ترى إلى ما يلقون؟ ألا ترى إلى الذي يصنع الله لنا؟ أينبغي أن ندع هذا وننصرف عنه؟
قال فقال له يزيد بن هانئ: أتحب أنك ظفرت هاهنا وأن أمير المؤمنين بمكانه الذي هو فيه يسلم أو يسلم إلى عدوه؟ قال: لا والله لا أحب ذلك. قال: فافهم، قد قالوا له وحلفوا عليه لترسلن إلى الأشتر فليأتينك أو لنقتلنك بأسيافنا كما قتلنا عثمان، أو لنسلمنك إلى عدوك. فأقبل الأشتر حتى انتهى إليهم وقال: يا أمير المؤمنين، احمل الصف على الصف، تصرع القوم فتصايح هؤلاء البلهاء والحمقى، إن أمير المؤمنين قد قبل الحكومة ورضي بحكم القرآن. فقال الأشتر: إن كان أمير المؤمنين عليه السلام قد قبل ورضي فقد رضيت. فأقبل الناس يقولون: قد رضي أمير المؤمنين، قد قبل أمير المؤمنين، وهو ساكت لا ينطق بكلمة، مطرق إلى الأرض. ثم قام فسكت الناس كلهم فقال: إن أمري لم يزل معكم على ما أحب إلى أن أخذت منكم الحرب، وقد الله أخذت منكم وتركت، وأخذت من عدوكم ولم تترك، وإنها فيهم أنكى وأنهك، إلا أني كنت بالأمس أمير المؤمنين فأصبحت اليوم مأمورا، وكنت ناهيا فأصبحت منهيا، وقد أحببتم البقاء وليس لي أن أحملكم على ما تكرهون. ثم قعد. المعنى أن العوامل النفسية والعوامل الفكرية والعوامل الأخلاقية تشكل أساسا من أساس المواجهة مع معسكر الباطل. ما يجدي أن تكون لديك القدرة التسليحية، وما يجدي أن يكون لديك أعداد كافية من المقاتلين يقدرون أو يستطيعون مقارعة العدو، خاصة إن كان ذلك العدو مجرما وقاتلا وكاذبا ومنافقا. في اللحظة التي تفتقد فيها إلى إرادة القتال، حينها تلعب العوامل النفسية والعوامل المعنوية دورها بالغ الأهمية وتسبب الخذلان، بالرغم من امتلاك ما يكفي من القوة لمواصلة القتال وتحقيق النصر. طبعا جماعة المنافقين المعاصرين الذين يحسبون كل صيحة عليهم، دائما ما يفسرون هذه الأحداث تفسيرا يتلائم مع مزاجهم النفسي في منح المعسكر الأموي الذريعة والشرعية اللازمة، وأن التحكيم أو رفع شعار إن الحكم إلا لله كان يتميز بالمصداقية. وكم رأينا وكم سمعنا حالة الغضب والغليان التي تنتابهم عندما يذكرهم أحد الناس بما ارتكبه ابن آكلة الأكباد وابن النابغة من جرائم وتزييف وتزوير في أصل الدين. المعنى أن هذه القضية في بعدها المعنوي وفي بعدها الأخلاقي ما تزال تشكل أساسا من أسس الانهيار، أو سببا من أسباب الانهيار النفسي والمعنوي والأخلاقي الذي تتعرض له الأمة. وكأن هؤلاء المزورون والمطبلون سينفعونهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وكأن هذه الخدع والحيل والأكاذيب التي يروجونها ويطلقونها ستنفعهم حينما يقفون بين يدي الله تبارك وتعالى.
الناس كلهم سيأتون يوم القيامة يقفون بين يدي رب العالمين، سواء كانوا ملوكا وأمراء أم أناس عاديون، سيحاسبون بنفس القيم والمعايير. سيحاسب هؤلاء وهؤلاء على إضلالهم للناس وعلى تخريبهم لحياتهم وعلى ما يتعرض له الناس بعد ذلك أو المسلمون من آثار وخيمة لهذا الاستغفال، حينما يأخذونهم إلى معسكر الضلال. وصدق الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. سيقف هؤلاء جميعا وسنقف جميعا نتحاكم أمام الله. هؤلاء الذين أضلوا الناس وخدعوهم وزعموا أنهم يريدون العودة إلى حكم الله تبارك وتعالى، بينما تقول الحقيقة أنهم خادعون، وأنهم أولئك الذين جعلوا القرآن عضين، أي مزحة أو مزقة، يستهزئون بالقرآن الكريم ويزعمون أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الشيطان إلى الله تبارك وتعالى. أما واقع حالهم فهو أنهم يريدون أن ينفذوا إرادة الشيطان الرجيم ويأخذون الأمة إلى الهلاك والضياع، وكل ذلك مقابل ما سيحصلون عليه من ثروة ومال. يعرف كل الناس أن انضمام عمرو بن العاص إلى المعسكر الأموي كان ثمنه أن تكون مصر طعمة له ولأبنائه من بعده. وعندما قال له معاوية: أدعو الناس أن يعيروا جماجمهم وأن يسووا صفوفهم، فقال: وإن لي ثمني وإن لي حكمي. يعني لم يشبع هذا الكائن البغيض مما من منحه أو من حصوله على مصر طعمة له ولأهله، وإنما أراد المزيد، فهي بطون لا يشبعها إلا النار. النقطة الثانية التي ينبغي أن نتوقف عنها أن نتوقف عندها هي أن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لم يكن يسعى بحال من الأحوال إلى إجبار الناس على التزام طريق الحق وسوقهم إلى حيث يريد، رغم أنه سلام الله عليه كان يمتلك الرؤية الحقة، ورغم عشرات الوصايا التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وآله في حق علي: علي مع الحق والحق مع علي، من كنت مولاه فعلي مولاه، ولا الله من والاه، وعاد الله من عاداه. ومن ثم فعندما ننتقل إلى الأمام بعد ذلك وننتقل إلى واقعة الصفين إلى واقعة عاشوراء، ونرى كيف خذل الناس الإمام الحسين عليه السلام، لا نعجب. فهذه الطينة التي يعني اختلط فيها بذرة الشيطان ببذرة الحق واختلط فيها الحق بالباطل، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، هذا الاختلاط هو الذي استمر مع المسلمين في أغلب فترات التاريخ وربما حتى هذه اللحظة. لم يكن الإمام علي بن أبي طالب ليستطيع حتى لو أراد ذلك أن يجبر الناس على اتباع الحق، وهو أصلا لم يكن بوسعه أن يفعل ذلك. الله تبارك وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لو أراد الناس أن يحجوا لحجوا، ولو أراد الناس أن الامتناع عن الحج لامتنعوا عن الحج. المسألة إذن لا تتعلق إطلاقا
بإجبارهم بقوة بشرية ولا إجبارهم من باب أولى بقوة إلهية. الله سبحانه وتعالى أمر الناس ومنحهم وأعطاهم حق الاختيار، وكل ما عدا ذلك، كل ما قام على الإكراه فهو باطل ولا قيمة له. بعض من كان مع الإمام علي عليه السلام، والرواية والعهدة على الكاتب المصري الراحل الدكتور طه حسين في كتابه علي وبنوه، وأكبر الظن أن بعض الرؤساء من أصحاب علي بن أبي طالب لم يكونوا يخلصون له في نفوسهم ولا قلوبهم، ولم يكونوا ينصحون له لأنهم كانوا أصحاب دنيا لا أصحاب دين، وكانوا يندمون في دخائل أنفسهم على تلك الأيام الهنية اللينة التي قضوها أيام عثمان، ينعمون بالصلاة والجوائز والإقطاعات. ويجب أن نذكر أيضا أن علي عليه السلام لم ينهض إلى الشام بأهل الكوفة وبمن تابعه من أهل الحجاز وحدهم، وإنما نهض كذلك بألوف من أهل البصرة، كان منهم من وفى له يوم الجمل وقاتل في صفه، وكان منهم من اعتزل الناس في ذلك اليوم، وكان منهم مع ذلك كثير ممن انهزم بعد مقتل طلحة والزبير. لم يكن أغلب هؤلاء من الشيعة ولا من العارفين بفضل آل بيت النبوة عامة والإمام علي خاصة، وإلا لما تجرأوا على التهديد بقتله أو تسليمه إلى ابن آكلة الأكباد كما أسلفنا، وهو الأمر الذي تكرر أيضا مع الإمام الحسن عليه السلام، مما دفعه إلى مصالحة معاوية بن أبي سفيان. ولسنا نجد ما يصف هؤلاء أفضل من كلمات الإمام علي عليه السلام مخاطبا لهم: أما والذي نفسي بيده لا يظهرن هؤلاء القوم عليكم، ليس لأنهم أولى بالحق منكم، ولكن لإسراعهم إلى باطل صاحبكم وإبطائكم عن حقي. ولقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها، وأصبحت أخاف ظلم رعيتي، استنفرتكم للجهاد فلم تنفروا، وأسمعتكم فلم تسمعوا، ودعوتكم سرا وجهارا فلم تستجيبوا، ونصحت لكم فلم تقبلوا، شهود كغياب وعبيد كأرباب، أتلو عليكم الحكم فتنفرون منها، وأعظكم بالموعظة البالغة فتتفرقون عنها، وأحثكم على جهاد أهل البغي فما آتي على آخر قولي حتى أراكم متفرقين أيادي سبأ، ثم ترجعون إلى مجالسكم وتتخادعون عن مواعظكم، أقومكم غدوة وترجعون إلي عشية كظهر الحنية، عجز المقوم وأعضل المقوم. إذن هذا الواقع المأساوي البائس الذي عاشه الإمام علي بن أبي طالب مع أتباعه ورعيته، والذين لم يثبت منهم ويصمد على صراط الله المستقيم إلا قلة قليلة، ربما كان هذا هو واقع الأمة خلال تلك الفترة وخلال تلك المحنة، وهو واقع امتد بعد ذلك قرون عددا، كلما أطل الحق وكلما أعلن الحق عن وجوده يسارع هؤلاء إلى نصرة معسكر الباطل ووأد كلمة الحق. المعنى المهم في هذه القصة أو السؤال الجوهري: هل كان الأمر يعني حلا نهائيا لمعضلة الأمة الإسلامية ومعضلة القيادة،
أم أنها كانت هدنة مؤقتة في صراع يمتد قرونا وقرونا؟ هل هذه المدة كانت محددة ومتفقا عليها، أم أنها هدنة مفتوحة بشروطها؟ فلو عاد المسلمون ولو قاموا بواجبهم، وأولا في اتباعهم لكتاب الله ولهدي الأئمة الأطهار علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين وسائر الأئمة الاثنى عشر، فربما تتغير الشروط، فربما تتغير الأوضاع وتختلف النتائج، وربما كانت هذه الفترة التي نعيشها الآن تؤشر وتشير إلى بدء هذا التغيير وبدء ظهور المقاتلين الحقيقيين الذين يمكنهم تغيير هذا الواقع. عندما بويع للإمام الحسن بن علي عليه السلام بالخلافة بعد استشهاد أمير المؤمنين عام 40 للهجرة، وقد زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ولم يعد للقوم صبر ولا رغبة في قتال القاسطين، أحب القوم الحياة ورغبوا فيها، يستوي لديهم أن يكون قائدهم علي بن أبي طالب أو معاوية، بل لعل معاوية أصلح لدنيا بعض الذين لم يعد لهم من هم إلا الحياة الدنيا. أمر القائد الجديد الحسن بن علي جيشه وأتباعه أن يستعدوا للقتال، فخطبهم قائلا: أما بعد، فإن الله كتب الجهاد على خلقه وسماه كرها، ثم قال لأهل الجهاد من المؤمنين: اصبروا، إن الله مع الصابرين، فلستم أيها الناس نائلين ما تحبون إلا بالصبر على ما تكرهون، اخرجوا رحمكم الله إلى معسكركم بالنخيلة حتى ننظر وتنظروا ونرى وتروا. قال: وإنه في كلامه لا يتخوف من خذلان الناس. قال: فسكتوا، فما تكلم منهم أحد ولا أجابه بحرف. فلما رأى ذلك عدي بن حاتم الطائي قام فقال: أنا ابن حاتم، سبحان الله، ما أقبح هذا المقام، ألا تجيبون إمامكم وابن بنت نبيكم؟ أين خطباء مصر الذين ألسنتهم كالمخاريق في الدعة، فإذا جد الجد فروغون كالثعالب، أما تخافون مقت الله؟ ولا عيبها ولا عارها. واضح تماما أن الفتنة الحقيقية، وهي بمعنى إضلال الناس عن صراط الله المستقيم وترغيبهم في الحياة الدنيا ونعيمها وزيفها، قد أتت أكلها في وسط أناس لم يكونوا قد بلغوا تلك المرحلة الضرورية من الوعي والإخلاص لدين الله تبارك وتعالى ولأئمة أهل بيت النبوة عليهم السلام، رغم أن الإمام علي لم يكن جالسا في الصفوف الخلفية في أمن ودعة، بل كان في مقدمة الصفوف، ومن ثم كان من المحتم أن يلجأ الإمام الحسن عليه السلام إلى الخيار الآخر، وهو القبول بهدنة طويلة يتوقف فيها القتال بين الحق والباطل إلى أن يأذن الله بالفتح أو أمر من عنده بظهور إمام الحق من آل محمد المهدي والمنتظر، عجل الله تبارك وتعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.